بقالي 10 دقايق على كوبري قصر النيل، لقيت واحد عمال يتخانق وعمال يشاكل الناس كلها اللي رايحه واللي جايه، فانا عايز اخدكم ونشوف هيعمل ايه. حتى بص يعني هات الكاميرا كده عليه، مش عارف هو ماله عامل كده ليه، يعني مش عارف سكران ولا ايه. فانا هروح دلوقتي وهشوف هو حكايته ايه. تعالوا نشوف مع بعض. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. هو بقول لك يا باشا، هو انت في حاجه ليك؟ لا انا بس مدرب. تعالى بس كده، تعالى مال. استنى بس عشان ما تخافش. طيب ما تخافش ايدك كده. طب استنى، طب نزل ايدك بس. طب حن. طيب احنا دلوقتي بنصور معاك. انا بقالي هنا فتره عمال شايفك بتتخانق مع الناس واللي رايح. انا بطل الحته دي يابا، بالصلاه على النبي. مفيش هنا بطل غيري. بس انا شايفك عمال تتخانق مع الناس اللي رايحه واللي جايه. انا يابا بطل الحته دي كلها كده، بالمربع ده، بالنيل، بالسمك كده، عارف انا مين هنا. ده يابا هنا الكوبري، من فوق الكوبري وتحت الكوبري بتاعي. عايش في الهوا كده يعني. انت دلوقتي لو طب بس اي حد، تعالى بس اتكلم معايا كده. طب يعني بس انا مش خايف. ايه ده، بس تعالى كده. تعالى. طيب دلوقتي لو حد جه دلوقتي ممكن تتشكل مع اي حد. انا شايفك من الصبح. انا عايز اتشكل معاك انت، بس ماسك نفسي عنك مش عارف ليه. انا ما اعرفش ايه اللي مخليني ماسك نفسي عنك كده. ازاي بس؟ يعني انت بتعمل ايه بس؟ بتعمل ايه؟ انت هتاكل وطالبه معايا حاجات اكل هتبي فيه. اي حد هيعدي من هنا هموته. ازاي يعني؟ هموته. اسمع اللي بقول لك عليه. ازاي يعني هتموته؟ انا هفرجك مع اول واحد يعدي. اول واحد هيعدي هتفرجني؟ اول واحد هيعدي. خلاص وريني كده. هفرجك. اه. خد يا بطل. تعالى كده بالصلاه على النبي. رايح فين؟ مش شايفني واقف. اوعى بس ايدك كده كلمني. اهدى بس يا واد، اثبت بس كده عشان ما نتفشلكش. واحد الله، اهدى كده وابلع ريقك عشان اعرف اشكل عليك. طيب اهدى بس كده. طلع اللي معاك يا واد. طلع اللي معايا. طلع اللي معاك يا ابو الرجوله. ما ازعلكش والله. طلع اللي معاك يا ابو الرجوله. طلع اللي معاك.